السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطية الخاصة لمحافظة الفروانية وهذه الاحتفالية بحفل رفع علم دولة الكويت تزامنا مع الأعياد والأفراح والمناسبات الوطنية. أينما كنتم تفضلوا بالبقاء معنا. سلام يا دار سلوى ومن سكن فيها، سلام يا شيخ الشيوخ اللي حضن داره، اللي لي باقت عليها ما يخليها، عيونه الشعب الكويتي وحبه اختاره. سلام يا دار سلوى ومن سكن فيها. سلام
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إلى يوم الدين. السلام من أرض الصداقة والسلام إلى محبي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الجابر الصباح الموقر، حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه الاحتفالية التي تنظمها محافظة الفروانية بهذه المناسبات الوطنية التي نحن بصددها الآن، الذكرى 14 لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم، ومرور 29 عام على عيد التحرير، و59 عام على الاستقلال، ونحتفل اليوم معا برفع العلم بهذه المناسبات الوطنية. بداية فليتفضل معالي محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبدالله الجابر الصباح لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، يسعدني ويشرفني باسمي وباسم أهالي محافظة الفروانية من مواطنين ومقيمين أن أتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والشعب الكويتي كافة بمناسبة بدء الاحتفالات البلاد بالذكرى 59 للعيد الوطني والذكرى 29 لعيد التحرير، وكذلك الذكرى 14 لتولي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مقاليد الحكم. السادة الحضور، إن احتفالنا اليوم برفع العلم يأتي تأكيداً على الحب والولاء لمكانة العلم وتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن الغالي، لا سيما أنه يعكس فرحتنا كشعب واحد بمرور 14 عاماً على تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد. ومما لا شك فيه أن سمو أمير البلاد مثال يحتذى به بحكمته وقدرته على تحقيق الوحدة الوطنية ولم الشمل، لا سيما أن لسموه في كل موقع من المسؤولية بصمة مهمة، كما أنه في كل عمل إنجاز بارز، وفي كل علاقة لمسة إنسانية. وختاما، لا يسعنا إلا ندعو الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.
شكرا معالي محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر العبد الله الجابر الصباح الموقر على هذه الكلمة. راعي الحفل، حضورنا الكريم، تعد محافظة الفروانية من أهم محافظات دولة الكويت ومن أكبر المحافظات مساحة، وتحتوي على 19 منطقة، ومن أهم معالمها مطار الكويت الدولي واستاد جابر الأحمد الصباح وجامعة الشدادية ومجمع الأفنيو والعديد من الأماكن السياحية والحيوية. والآن مع كلمة مدير أمن الفروانية اللواء عبد الله أحمد العلي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نحب نبارك لسيدي صاحب سمو أمير البلاد حفظ الله وولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي على مناسبة رفع العلم وقرب مناسبات أعياد الوطنية، وكذلك نبارك للشيخ مشعل جابر الصباح زميلنا وأخنا بالمنصب الجديد، تولي منصب الجديد محافظ الفروانية، وإن شاء الله نكون له عون إن شاء الله ونتعاون في حل جميع المشاكل اللي تخص محافظة الفروانية، وإن شاء الله التوفيق حق الجميع إن شاء الله. شكرا لمدير أمن محافظة الفروانية. راعي الحفل، حضورنا الكريم، إن للعرب لسان ولسانها الشعر، والآن مع هذه المشاركة الشعرية ويلقيها وكيل ضابط مجلاد حسين الفعل. السلام عليكم ورحمة الله. العلم رفرف على عزف السلام، وانثنى في ساقته للمجد صيت، يا علم رفرف على العزة مدام باسم ابو ناصر وشعبه احتميت. دونك رجال يؤدون المهام، ودونك الشعب الكويتي يستميت تحت راية سيدي عال المقام الأمير اللي تحظ الله بقيت شيخنا اللي دونها العليا تسام الكريم اللي على لهجة مشيت. سيدي صباح الأحمد للأمام، اطلبوا شعبك في تراب الكويت. سيدي صباح الأحمد للأمام، اطلبوا شعبك في تراب الكويت، ويا ولي العهد لا ثار العسام، كل بونا عنده قوتك انهقيت، والله إن يا أبو فيصل لك حزام نسري الدرب الطويل بلا مبيت. ويا محافظنا يا محافظنا بعزان الكلام، يا محافظنا يا محافظنا بعزان الكلام، أنت لا من كبرة الدعوات جيت، من قبل فعلك يدرس للأنام، بالتواضع سيدي عشت ربيت، من قبل فعلك يدرس للأنام، بالتواضع سيدي عشت وربيت، والفرح عم المدينة كالغمام، واقبلت جزل المعاني وابتديت. يا قصيدي طول عمرك لي حزام احتزم بك، لا سرحت ولا ضويت، ودي اكتب لي قصيدة في مقام سيدة روحي وعمري ما حييت. يا سلام الله عليها يا سلام، كل ما صحت بغلاها واعتزيت، دونها عيني سهيرة ما تنام، والرحلت بعيد عنها ما سليت، حبها دايم على صدري وسام، ولجلها قدت القصايد وانتخيت، ديرتي دار الصداقة والسلام، كلنا أهل وجماعة بيت بيت، ديرتي دار الصداقة والسلام، كلنا أهل وجماعة بيت بيت، للوطن عز ومهابة واحترام، ولو حكيت بموطني مهما حكيت ما يوصف موطني شعر وكلام ويعجز التعبير عن وصف الكويت.
شكرا وكيل ضابط مجلاد حسين الفعم على هذه القصيدة. راعي الحفل حضورنا الكريم، اليوم وبلا شك يوم فرحة وسرور تتجسده معالي العزة والشموخ لكويتنا الحبيبة. أدام الله على الكويت الأمن والأمان في ظل قائد هذه المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. وصلنا معكم إلى الختام، وفي الختام لم يبقى إلا السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فليتفضل راعي الحفل وحضور الكريم إلى زيارة المعارض المصاحبة لهذه الاحتفالية التي تنظمها محافظة الفروانية، وهي عبارة عن معرضين: معرض مجموعة الكويت في قلوبنا التطوعي للتراث الكويتي، ومعرض مصاحب للسيارات الكلاسيكية لنادي كيو 8 هود رود. صباح الأحمد.